أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية محاضرة رقم 9. سوف نتكلم عن مثال لطريقة حساب ثلاثية الحركة بالإضافة إلى التقوس والالتواء. أخذنا في المحاضرة الماضية اللي هي ثلاثية الحركة، وذكرنا أنه لدينا التي اللي هو متجه وحدة المماس، ويعرف على أنه المشتقة الأولى للمنحنى ألفا، والمنحنى ألفا ممثل طبيعيا طبعا باستخدام طول القوس. طبعا هو متجه وحدة، لذلك طوله دائما يساوي الواحد. كذلك متجه وحدة العمود على المماس سميناها الان كابيتال ان، هو عبارة عن تي شرطة على طول تي شرطة. ثم بعد ذلك متجه وحدة الناظم أو الباي نورمال اللي هو متجه عمودي على التي وعلى الان، وبالتالي عمودي على أي متجه في المستوى الذي يحوي يعني. كذلك طول الان مساوي للواحد، وطول البي مساوي للواحد. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أو نأخذ مثال، طبعا هذا هو التقوس. التقوس هو عبارة عن طول المشتقة للتي. طبعا لاحظ أنه الان هو عبارة عن التي شرطة على طول التي شرطة. طبعا التي شرطة هو عبارة عن الكي، إذن هذا المقدار هو عبارة عن الكي، وبالتالي يمكن كتابة الكي ضرب الان تساوي التي شرطة، وبالتالي يمكن أن نضرب في ان للطرفين، نضرب في ان ضرب قياسي ان في الان راح تكون مساوي للواحد، لانه قلنا طول الان دائما يساوي الواحد، هذا هو يعني يقتضي انه الان في الان يساوي الواحد. لما نضرب الان في الان راح يكون ناتج مساوي للواحد، اذا يكون الكي هو عبارة عن تي شرطة مضروب في الان ضرب قياسي. اذا هذا قانون اخر لحساب الكي. إذا عرفت التي إذا بالتالي والان إذا بالتالي نستطيع حساب الكي. ثم الالتواء، الالتواء قلنا إنه عبارة عن مشتقة البي الباي نورمال مضروب في الان. طيب الآن نأخذ مثال، احسب التي والان والبي والكي والتاو للمنحنى اللي هو اللولب الحلزوني. أخذنا الـ A يساوي الواحد والـ B يساوي الواحد، لأن تحدثنا سابقا أنه يمكن تمثيل اللولب الحلزوني بهذا الشكل، لكن في هذا المثال أخذنا الـ A بواحد والـ B مساوي للواحد. طيب الآن نريد أن نحسب الـ T والـ N والـ B كما أخذنا في القوانين السابقة. أولا نحسب المشتقة، والمشتقة هي عبارة عن سالب ساين تي كوساين تي والواحد. طول المشتقة، طول المشتقة هو عبارة عن الجذر التربيعي لمربعات المركبات ساين تربيع تي زائد كوساين تربيع تي زائد واحد تربيع. طبعا واضح انه راح يكون ساين تربيع تي زائد كوساين تربيع تي زائد الواحد، القيمة هذه تساوي الواحد، اذا راح يكون عندي واحد زائد واحد يساوي جذر اثنين. اذا طول المشتقة الاولى يساوي جذر اثنين لا يساوي الواحد، اذا نستنتج
نستنتج أن الباراميتر تي المستخدم ليس طول القوس. لو كان طول القوس راح يكون المشتقة الأولى مساوية للواحد، لكن لاحظ يساوي جذر 2 لا يساوي الواحد، إذا نستنتج أن الباراميتر المستخدم ليس طول القوس. القوانين اللي أخذناها للتي والإن والبي والكي والتاو، هذه يجب أن يكون الباراميتر المستخدم هو طول القوس. إذا بالتالي يجب أن أحسب طول القوس. الاس يساوي من صفر إلى تي، من صفر إلى تي الألفا شرطة يو ديو، وتساوي تكامل من صفر إلى تي جذر 2 ديو. واضح أن الناتج يساوي جذر 2 تي، يعني أن يمكن التعبير عن تي بدلالة الاس، راح يكون الاس هو عبارة عن اس تقسيم جذر 2. إذا يمكن إعادة تمثيل المنحنى باستخدام طول القوس اللي هو الألفا اس يساوي كوساين ساين. نستخدم البارامتر الجديد اللي هو الزاوية، بدل تي راح تكون اس على جذر 2، هنا راح تكون اس على جذر 2، وهنا راح تكون اس على جذر 2. إذا الآن أوجدنا أو أعدنا تمثيل المنحنى باستخدام طول القوس. الآن نبدأ بعملية إيجاد التي والإن والبي والكي والتاو. أولا التي ماذا يساوي؟ هو عبارة عن المشتقة الأولى للألفا. إذا نشتق ألفا شرطة S هو عبارة عن ماذا؟ مشتقة الكوساين سالب ساين S على جذر 2، ومشتقة الزاوية S على جذر 2 هو 1 على جذر 2. نفس الشيء مشتقة الساين S على جذر 2 هي عبارة عن 1 على 2 على جذر 2 في كوساين S على جذر 2، ومشتقة S على جذر 2 هي 1 على جذر 2. إذن هذا هو التي، أوجدنا التي. الآن نوجد الN. الN هو عبارة عن التي شرطة على طول التي شرطة. إذن أولا يجب أن نوجد التي شرطة. التي شرطة هي عبارة عن مشتقة ثابت كما هو، الساين مشتقتها كوساين اس على جذر 2 مضروبة في جذر 2 في مشتقة ما بداخل الجذر. إذا راح يكون عندي جذر 2 في جذر 2 راح يكون 2. نفس الشيء راح يكون عندي مشتقة الكوساين هي سالب ساين اس على 2، وراح يكون 1 على جذر 2 مضروب في 1 على جذر 2 اللي هو النص. مشتقة النص الواحد على جذر 2 هي عبارة عن الصفر. طيب نحسب الآن طول هذا المتجه. الطول هو عبارة الجذر التربيعي ربع في كوساين تربيع اس على جذر 2 زائد
واحد على أربعة في ساين التربيع اس على جذر اثنين زائد الصفر وتساوي، بإمكاني أسحب الربع كعامل مشترك كوساين تربيع اس على جذر اثنين زائد ساين تربيع اس على جذر اثنين، القيمة هذه مساوية للواحد، إذا راح يكون عندي جذر تربيع الربع وتساوي النص، إذا طول تي شرطة مساوي للنص. إذا الان ماذا يساوي؟ يساوي تي شرطة تقسيم النص، إذا يصبح بهذا الشكل سالب نص كوساين اس على جذر اثنين ونقسم على نص اللي هو طول تي شرطة، نفس الشيء سالب نص ساين اس على جذر اثنين تقسيم نص بالإضافة إلى الصفر. طبعا لما نقسم راح تروح، إذا يبقى سالب كوساين، نفس الكلام نص مع النص يبقى عندي السالب ساين اس على اثنين، إذا هذا هو الان، وجدنا التي. طبعا لو تحسب طول التي راح يكون مساوي للواحد، لو تحسب طول الان راح تكون مساوي للواحد. الآن نحسب البي، البي هو عبارة عن تي ضرب الان، وبالضرب القياسي أخذناها في المحاضرة الأولى إنه عبارة عن محددة اي جي كي، ونكتب في الصف الأول التي مركبات التي، في الصف الثاني نكتب مركبات الان، وراح تكون بهذا الشكل. I J K هنا راح تكون سالب واحد على جذر اثنين في ساين اس على جذر اثنين، دي هي المركبة الأولى للتي، ثم واحد على جذر اثنين في كوساين اس على جذر اثنين، ثم بعد ذلك واحد على جذر اللي هي مركبات التي، ثم مركبات الان اللي هي سالب كوساين اس على سالب كوساين اس على جذر اثنين وسالب ساين اس على جذر اثنين بالاضافة الى الصفر، وبالتالي راح يكون البي هو عبارة عن، عشان نحسب المركبة الأولى نحذف الصف مع العمود، وبالتالي طرفين في وسطين، مقدار هذا في صفر بيروح ناقص الساين، وبالتالي راح يكون كم؟ واحد على جذر اثنين في ساين اس على جذر اثنين ناقصا. الحين راح نبدأ نحذف الصف الأول مع العمود الثاني، راح يكون طرفين في وسطين، هذا المقدار في صفر راح يروح ناقص كوساين، إذن واحد
على جذر 2 كوساين اس على 2، و الحين نحذف الصف الاول مع العمود الثالث، راح يكون عندي هذا المقدار في هذا المقدار، راح يكون كم؟ 1/2 على جذر 2 ساين تربيع اس على جذر 2 ناقص، إذا راح تكون زائد 1/2 في كوساين تربيع اس على جذر 2. لو أخذنا 1/2 عامل مشترك تبقى عندي ساين تربيع زائد كوساين تربيع بواحد، إذا تصبح البي هي عبارة عن 1/2 ساين اس على جذر 2 وسالب 1/2 كوساين اس على جذر 2 وواحد على جذر 2. إذا هذا هو البي. هذه هي التي، هذا هو الان. الآن نحسب التقوس الكي، قلنا هي عبارة عن طول التي شرطة اس، طبعا هذه حسبناها في الخطوة السابقة عند حساب الان، طلع عندي تي شرطة تساوي الان، اذا هذا هو الكي. اذا هو عبارة عن النص. طيب باقي نحسب التاو، والتاو قلنا هي عبارة عن سالب بي شرطة في الان، اذا نحتاج حساب البي شرطة ثم نضربها في الان، يصير عندي التاو هي عبارة عن، اولا نحسب البي شرطة، نحسب البي شرطة ونضربها ضرب قياسي في الان، والان نعرف انها سالب كوساين اس على جذر 2 وسالب ساين اس على جذر 2 بالإضافة إلى الصفر. طيب نشتق هذه، نوجد البي شرطة ماذا تساوي؟ البي شرطة لما نشتق تصير 1/2 اشتقت الساين كوساين اس على جذر 2 و نص ساين اس على 2 والصفر، هذه هي البي شرطة. الآن نضربها في الان ضرب قياسي، نص كوساين اس على جذر 2 ونص ساين اس على جذر 2 والصفر. طبعا لما نضرب اخذنا الضرب القياسي انه نضرب المركبة الاولى في المركبة الاولى زائدا المركب او المركبة الثانية في المركبة الثانية زائد المركبة الثالثة في المركبة الثالث، وبالتالي راح يصبح التاو عبارة عن سالب نص في كوساين في كوساين كوساين تربيع اس على جذر 2 ناقص نص ساين تربيع اس على جذر 2 زائد صفر في صفر، وبالتالي راح تكون ناخذ سالب نص عامل مشترك، تبقى معي كوساين تربيع اس على جذر 2 زائد
ساين تربيع اس على زر 2. طبعا هذه راح تساوي الواحد، اذا التاو تساوي سالب نص.